السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم متولي. من المفترض اللي احنا هنتعلم النهاردة مجموعة دروس في الماتلاب. الماتلاب هو كورس كامل بيعتمد على العمليات الحسابية اللي ممكن نستخدمها في هندسة، واللي بيطلب مننا ريبورتات كتير جدا بنستخدمها عن طريق الماتلاب. فهنتعرف على شوية بيزك، وبعد كده هنتعرف في الوركشوب اللي قدام على أمثلة لروبورتات حية أخدناها قبل كده، وإزاي نقدر نحلها عن طريق البرنامج الماتلاب. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي إزاي نتعامل مع المتغيرات. البرنامج ده برنامج حسابي بقدر أحسب بيه شوية رموز. فأول حاجة هتيجي في دماغي هي إن أنا أعرف شوية variable مثلا، زي إن أنا أقول إن الإكس بتساوي واحد، إكس بتساوي واحد، طبعا مش ممكن تكتب العربي في البرنامج، أنا بهزر. الواي إيكوال 2، الزد ايكوال 4. جميل. طب انا لو حابب اعقد الامور شوية، حابب ان انا اشوف رمز زي الكوزاين، فهقول الكوزاين للاي. مينفعش اكتب كوزاين الرقم، لازم اكتب كوزاين رمز، والرمز ده اكون معرفه قبل كده. طب انا معرفه للاي اللي هو الاكس مثلا، معرف الكوزاين واحد كوزاين اكس، واسميها باسم ما، اسم متغير تالت، طلعت لي قيمتها زي الآلة الحاسبة بالظبط، بيطلع لي القيمة اللي انا عايزها. البي بتساوي ساين، الزد طلعت لي القيمة اللي أنا عايزها. بعد كده أنا لو عايز أكتب ماتريكس مثلا، ماتريكس يعني مصفوفة متكونة من مجموعة أرقام بنفس المنظر ده، وعايزها تتعرض لي بنفس المنظر ده بتتعرض. أو إن أنا ممكن أكتب المصفوفة بشكل مختلف، أقول له إن التي ده بيساوي 1 لـ8. يعني إيه 1 لـ8؟ يعني يعد لي من 1 2 3 4 5 لغاية 8. طب أنا مش عايز بنفس المنظر ده، أنا عايزك تعد لي التي من 1 لـ8، أو التي مثلا من 0 لـ1. تمام. وفي النص هكتب عدد الاستبات. يعني ايه عدد الاستبات؟ وليكن عدد الاستبات 1 من 10. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الراجل دلوقتي هيعد لي البداية بتاعتي من 0، ويعد 1 من 10، 2 من 10، لغاية ما يوصل لغاية الاند بتاعتي. الاند بتاعتي اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد. طبعا انا لو عندي رقم كبير، لو عايز اعمل رقم كبير من 0 لـ1، فانا علشان البرنامج ما يهنكش مني هقوم كاتب سيمي كولوم في الاخر علشان ايه؟ يقفل عندي. مظبوط. هل اقدر اخلي الموضوع معقد اكتر، او اتعامل مع قيم مع ادب بمعنى اصح؟ اه اقدر. مثلا لو انا جيت قلت لك الواي بتساوي ساين رقم ما وليكن 1.5، في الباي بتاعتك، الباي دي البي اي يعني الباي اللي هي 3.14%، او بالديجري هي 180 درجة. في التي اللي انا سبق وعرفتها فوق هيطلع لي ارقام كلها لما بتيجي بتعوض في المعادلة. لو انا حابب اطلع معادلة او اطلع رسمه ما بين الواي والتي، فهقول البلوت. بلوت ده هو الامر اللي انا بستخدمه علشان اعمل جنريت للرسمه بتاعتي، فتبقى بلوت من التي والواي او الواي للتي، هيبتدي يطلع لي هنا المنطقه. طبعا هي معموله مقلوبه لان انا كاتب واي تي، فبقت الواي هي اللي في الاكس، التي هي اللي في الواي، المفترض العكس. فانا هقوم قافلها واكتب تاني بلوت من التي للواي عشان الرسمه تطلع معدوله شويه، لان هي دي اصلا رسمه ساين، فهي باينه جدا انها رسمه ساين زي ما احنا شايفين. لو عايزة تبقى بالنسبة لك أوضح ممكن تدوس على السهم ده عشان تبقى قدامك على طول. نقفل تاني ونرجع لشغلنا. حابب أكتب مصفوفة بشكل برضو مختلف، أغير في المصفوفة بتاعتي. فأنا ممكن أعرف variable اسمه إيه، وأكتب عايز مصفوفة يعني إيه، يعني فيها أكتر من صف وأكتر من عمود. فأنت بتكتب تملى البيانات بتاعتك 1 4 1 5 3 سيمي كولوم 2. متنساش تعمل المسافة ما بين كل رقم ورقم، 2 0 8 و7 9 8. كده انا عملت ايه؟ كده انا خليت سيمي كولوم، دي معناها ابتدي لي من الصف اللي بعده، سيمي كولوم ابتدي لي من الصف التاني او التالت او الرابع وهكذا زي ما باين عندنا. طب انا لو عايز اعرف السايز بتاع المصفوفه ديت، فهو كاتب سايز بين قوسين الاي، ونخلي بالنا من كل قوس انا بكتبه، القوس مثلا هنا مختلف عن القوس الموجود هنا. طب السايز بتاعت الاي ديت هي السايز دي معناها يعني كام في كام؟ المصفوفة دي كام في كام؟ 3 في 3، 3 في 4، أو عايز أقلب المصفوفة الصف يبقى عمود والعمود يبقى صف، فهختار variable مختلف وأقول إن هو بيساوي إيه، بقى الصف عمود والعمود صف. عايز أضرب مصفوفتين في بعض هختار variable مختلف وأقول إن السي بتساوي البي في الـ A. كده أنا ضربت المصفوفة الكاملة في المصفوفة الكاملة. طب أنا لو عايز بقى المرة دي أضرب العنصر في العنصر، عنصر يعني أضرب الـ A 1 في 1، اضرب هنا الواحد في واحد والاثنين في الاثنين بس، واللي قصدي الخمسة في الاثنين بس. طب هعملها ازاي دي؟
هتعملها بانك انت تكتب البي دوت في. دوت في دي معناها ان انت هتضرب العنصر في العنصر. ده اللي حصل، الواحد في الواحد عندك بواحد، الاثنين الخمسة في الاثنين عندك بعشر، وهكذا. حابب اجيب الانفرتر او مقلوب الشغل بتاعي، فهختار برضو variable مختلف واقول امر inv i inv للمصفوف اللي انا عايزها عشان يجيب لي المقلوب بتاعها. اخيرا عايز، دي بقى حتة حلوة جدا، انا دلوقتي كتبت المصفوفة كلها ولكن اتضح ان انا كتبت رقم غلط، هل اعيد شغلي من اول وجديد؟ لا، في هو راجل مساعدك خالص، قال لك لو انت عندك مصفوفة بتساوي مثلا، المصفوفة ديت بتساوي الارقام اللي انا هقولها لك دلوقتي، 1 2 3 سيمي كولوم 5 8 9 4 4 انا اسف 4 3 2. او انا عندي المصفوفة دي وعايز اجيب رقم 2، عايز اغير رقم 2، فاقوم قايل ايه، احنا في الصف الكام؟ الرقم 2 ده موجود في الصف الاولاني فاصلة في العمود التاني، خلهولي بدل ما هو بيساوي 2 خلهولي بيساوي 6، فنفس المصفوفة نزلت ولكن غير لي الرقم اللي انا عايز اغيره. عندي حاجة تانية كويسة، لو انا عايز اصفر صف معين او عمود معين هعمل ايه؟ لو انا عايز اصفره فهقول له ان ال A بتساوي واحد علامة واحد فاصلة علامة نقطتين فوق بعض. خلي بالك بقى ده كده واحد، دي الصف، فانا كده، فلا هي مش انا اسف نسيت اعمل حاجه، واحد ديت هساويها بالصفر، انا كده عايز اصفر الايه، الصف ده. طيب لو انا عايز ارسم رسم ثلاثي الابعاد، احنا اتعلمنا من شويه ازاي نرسم رسم على محورين اكس وواي او اكس وزد او تي وواي، عايز بقى اكس وواي وزد مع بعض هعمل ايه؟ فلنفترض ان انا عندي معادله، لازم يكون عندي معادله عشان ارسمها، والمعادله هي اللي احنا كتبناها قبل كده، اللي هي واحد ونص، وبعدين في البي اي اللي هي الباي، وبعدين في التي اللي انا سبق وسجلتها، مش فاكر سجلتها بكام لكن انا سجلتها، مش لازم انا عملت سيمي كولوم عشان مش عايز اعرف الناتج، انا هكمل، انا لسه هكمل الاوامر بتاعتي، وهقول له اه ده التي عندي كانت وقتها من 0 لواحد من 10 لواحد، هقول له خلي عندي الدبليو ايكوال الواي في الواي، واي اللي هي الانفرتر في الواي ده مثلا المصفوفة اللي قدامك، مفيش مشكلة، كان المفروض اعمل سيمي كولوم. اخر حاجة لو الامر بقى الاساسي في عملية البلوت في 3 دي، هو حاجة اسمها اس يو ار اف او السيرف لل W او الناتج النهائي بتاعي، هبتدي تطلع لي بالمنظر اللي قدامي ده، منظر جميل، وخصوصا لما بنشتغل على مشروع انترنا ولا حاجة بنبقى محتاجين رسمة 3 دي. لو انا عايز اشغل برنامج لازم اعمل نيو ام فايل، ده كوماند ويندو مجرد للتجربه والسيموليشن، ولكن لو انا عايز اعمل برنامج لازم من نيو، وعندي هنا بعد ما اكتب البرنامج بختار سيف اند بلاي، او ممكن تعمل سيف الاول وبعدين بلاي. بتكتب برنامج وليكن البرنامج الموجود عندك في الورقه ده، جربه وشوف هيطلع لك ايه في البلوت ديجرام. قبل ما نقفل الورك شوب او التوتوريال الواحد، انا حابب ناخد كمان التوتوريال الاثنين في نفس الورك شوب ديت عشان هي تقريبا سهله. التوتوريال الاثنين بيتكلم عن واجهه البرنامج، واجهه البرنامج زي ما احنا تعرفنا كوماند ويندو، وهي اللي انت تقدر تكتب فيها اي اوامر زي اكس من 1 ل 10، الواي بتساوي لوج الاكس، وبتبتدي تقول بلوت للاكس والواي. الكوماند هيستوري ديت بيتم فيها تخزين كل امر انت بتكتبه، لو انت في امر من فوق خالص انت نسيته ممكن تطلعه من هنا، بينزل هنا وتدوس انتر يطلع لك، طبعا عشان احنا غيرنا من قيم الاكس فتشالت، ولكن انا بقول لك ان هو ممكن بيفكرك بالاوامر بتاعتك. بيتم تخزين كل اوامر فيها ومن ثم تعديلها عند اللزوم. لو انا عندي كلمة هوز ديت بتعرض لي كل رمز انا دخلته، السايز بتاعه والبايت والحجم وكل حاجة، كل البيانات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها موجودة هنا. الورك سبيس دي مهمة جدا، فيها مثلا لو انا عايز اعرف في الورك سبيس استعرض استعراض اشمل لكافه قيم المتغيرات ومن ثم تعديلها، بختار اي رمز من الرموز اللي انا دخلتها قبل كده، بدوس عليها كليكين بيطلع لي اكس ال، لو دخلت عند اي قيمه من القيم اقدر اغيرها زي ما انا عايز، واقفل من هنا هتلاقيها اتغيرت لما انا ايه تاني. طيب بعد كده عندك الكرنت فولدر اللي موجود على الشمال، هو مكان تخزين، يبقى انا خلصت البرنامج بتاعي عايز اسيفه، فاقوم قايل سيف اي اسم، نيو، سيف نيو،
او سيف ان اي، هتلاقيها نزلت عندك فين؟ في الكرنت دايركتوري او الكرنت فولدر. لو انا عايز اعمل امسح قيمه الاكس يبقى كلير الاكس، هلاقيها اتمسحت. لو انا عايز استرجع الملف بتاعي بعد ما اقفله، هو مختار اسمه واسترجعه، هو كده فتح لي البرنامج من اول وجديد. الهلب هتساعدني كتير جدا، موجوده في الستارت لو انا بدور على اي حاجه، لو انا بدور على اي كود اقدر اجيبه من هنا. بس ده تقريبا كل الايه الشغل بتاعنا. في وركشوب واحد، انتظروا مني وركشوب اتنين ان شاء الله في اسرع وقت، وتابعونا على مكتبة صوت مع رجب، بينزل فيها كل جديد، بنحاول نساعد فيها على قد ما نقدر. شكرا على استماعكم.